حكيم زياش قدم احسن مباراه، يعني برافو عليه. شوف المراوغات اللي كان كيقوم بها، يعني شيء صعب صعب جدا، يعني في الدقائق الاخيره تكون عندك اللياقه الكامله باش انك تراوغ بهذا الشكل هذا، يعني برافو عليه حقيقه. المنتخب المغربي قدم اداء جيد جدا في كاس العالم، شاهد الجماهير العريضه اللي حضرات. ميليو تيران ديال بلجيكا ايام يجري والو، يعني كان حاضر بوفال بالاضافه لاملاح. هنا الهدف ديال حكيمي اللي الحكم الغاه بالتمويه ديال سيس، حقيقه شيء رائع سيس تمويه، لكن الغاه الحكم هذا الهدف هذا. وكان كاين واحد التصريح ديال المدرب انه كان فرحان المدرب منين تلغى هذا الهدف هذا، لانه كان غيسبب مشكل يعني في الشوط الثاني. حكيمي كان مصاب داكشي علاش خرج، هذا هو التصريح ديال المدرب. برافو حكيمي، عطيت الله قدم اداء جيد جيد جدا، هذا هو الهدف الاول افتتاح الاهداف من الناصيري، عفوا من الصابري اللي سجل هدف جميل جميل جدا. انظر شو 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 شو، يا سلام يا سلام، دائما سايس، دائما التمويه ديال سايس حاضر دائما. بوفال شو المراوغه، شو 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 شو، لا لا لا، سير 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 سير، وي يا 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 سلام، والله الا لاعب عالمي، لاعب عالمي بوفال، لاعب عالمي حقيقة. المنتخب قدم أداء جيد جدا، نحن كمغاربة وعرب فخورين جدا بهذا الأداء، وكنهديو هذا الفوز هذا لجميع العرب. كورتوا ما لقى ما يدير، هذا النجم ديالهم عيا ما لقى حتى شي حيلة. كورتوا دائما ناعس، دائما مجبد، جبدوك كورتوا. سايس برافو سايس، الحمد لله ديفيا كورة، برافو الحمد لله، اهداف جميلة جدا. معنا زياش، زياش فرحة زياش، شوف فرحة زياش لا توصف، امرابط قدم اداء رائع، يا سلام، تحية لجميع المغاربة. معنا منير، منير قدم اداء جيد جدا، هو اكرد فين ما كانت الكورة كيحيدها براسو، برافو اكرد. المدرب فرحان، المدرب ديرهم بحال خوتو، يعني كيكون معاهم دائما في يعني بواحد هنا احتفالية الجمهور، احتفالية الجمهور يعني فرحة لا توصف، فرحة لا توصف من الجمهور المغربي. يعني بلجيكا كانت أول ضحايا الأسود الأطلس في المونديال، القادم إن شاء الله مرعب من الأسود، ودائما الأسود تبقى أسود، دائما الأسود تبقى أسود، يا سلام على الأسود. تحياتي لجميع الأسود المغاربة داخل الوطن وخارج الوطن، تبارك الله. شوف 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 الفرحة، الفرحة الفرحة يعني فرحة كبيرة في يعني خارج أرضية الملعب، شوف فرحة الجماهير المغربية، فرحتونا الله يفرحكم، الله يفرحنا جميعا. يعني كما كيقولوا بان المغرب غادي يكون يعني من المرشحين، مرشحين لنهائي كاس العالم. هاد الهضره هادي ما جاتش غير هكاك، بطبيعه الحال الناس اللي كتفهم في الكره راه قالوا هاد الهضره وعرفوا علاش قالوها، تبارك الله عليكم. شو امراض، شو هذاك احمق وحطوه تما، هذاك امراض وامراض مفروه، وانت راه قهر، وراه قهرهم قهرهم قهرهم، فين ما كان شي مليو كيقهروا. برافو امراض، انا بعدا كيعجبني امراض، تبارك الله عليه كاسور قتال.